مرحبا مشاهدينا الأكارم. يكاد المعنيون في المجال القانوني وحتى السياسي يجمعون على أن التشريعات العراقية بحاجة إلى تعديلات تضمن الحقوق بالتساوي لجميع الشرائح، ومن بين هذه الشرائح هم قصار القامة اللي يعانون من تمييز مجتمعي وصحي وتعليمي وحتى وظيفي للأسف، لأن أغلب هؤلاء يضطرون لمغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب النظرة التمييزية اللي تلاحقهم من الصغر للكبر، وهاي النظرة حرمتهم من أبسط حقوقهم بإيجاد فرص عمل متساوية مع باقي أفراد المجتمع العراقي. ابقوا معنا. نرحب وإياكم مشاهدين الأكارم بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج لعبة الكراسي من على شاشة الشرقية نيوز. معي داخل الاستوديو السيد مصطفى بدر عبد الحسين، نائب رئيس جمعية قصار القامة. أستاذ مصطفى مرحبا بك ضيف عزيز. نرحب أيضا معنا عبر تطبيق سكايب السيد علي العبادي، رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان. سيد العبادي ضيف عزيز مرحبا بك. حياك الله. خلي أتوجه إلى السيد مصطفى بدر بعد التحية والترحيب مرة ثانية ضيف عزيز. خلينا نعرف أو نعرف الناس بالأول، قصار القامة هم أناس، هم بشر، لهم حقوق، عليهم واجبات. هؤلاء القصار قادرين على أداء كل المهام اللي يستطيع أي شخص إنجازها؟ ليش يتم الالتفاف أحياناً، بل غالبا يتم الالتفاف على القانون ويعتبرون القصار من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، شكرا لقناتكم الموقرة على تسليط الضوء على قصار القامة بهذه الحلقة. بالحقيقة والواقع اليوم قصار القامة تعاني، بالسابق كانت تعاني من التنمر القوي. جهود أعضائنا والسيد رئيس الجمعية السابق سيد محمد عيدان والأخوة الباقين، قدرنا نسوي اللي هي حملات توعية إلى الشعب العراقي، اللي هي بالسابق كانت مثلا كلمة القزم وهواي أمور. الحمد لله قدرنا نشيل مستوى كلش يعني قوي من عد هاي الكلمات. اليوم هسه بدل ما ينظر يقول بقى هذا القزم مثلا، إذا يقول قصر القامة اليوم. يعني المجتمع بدأ يتوعى لهذا الأمر ولشريحة قصار القامة. طيب هذا التنمر، هسه أنت ذكرت التنمر، هذا التنمر خلينا نقول بس بالشارع؟ لو أكو تنمر مثلا مؤسساتي وظيفي، أحيانا مثلا تعلن وظائف عبر السوشيال ميديا عن طريق مؤسسات أثناء مقابلات، تتعرضون لهذا التنمر؟ هذا التنمر موجود؟ بالحقيقة والواقع اليوم التنمر يوم كل الأطياف الشعب العراقي قاعد يعيشه ويمر به، بالأخص احنا كقصار القامة اليوم حالات التنمر اللي نعيشها اليوم من بعض المجتمع، بعض الصفة السياسية اللي احنا نقولها. الصفة السياسية تتنمر على قصار القامة؟ تتنمر بأنه اليوم ياخذك بال النظرة الصغيرة، اللي هي اليوم احنا نقول اليوم مثلا بالسابق الحكومات السابقة صار موقف وياي، يعني ويا احد الوزراء في وقتها، وياك شخصيا يعني احنا من كان عندنا لقاء وياه. شنو صار؟ يعني وقتها يعني قال شنو اقدر اعينكم كقصار القامة؟ انا رديته برد ايجابي، وفي وقتها قلت له معالي الوزير بالعكس قصار القامة طاقات ايجابية، طاقات حيوية، اليوم احنا نطلب من الحكومة العراقية التوفير الفرص العمل لهم، وراح يشوفون الطاقات الإيجابية لهذه الشريحة. زين احنا نؤمن بالحكومة اليوم، حكومة السيد محمد الشاع السوداني، نوجه له تحية من امام قناتكم الموقرة. اليوم ناجدة بحقوق اللي حق اللي هو 5% من ذوي الإعاقة. اليوم هاي 5%
تشمل قصار القامة هم. كل فئات الإعاقة من ضمنهم قصار القامة. صار هاي السنين السابقة كلها قصار القامة لن ما حد يشملها يعني في لو ولو درجة وظيفية واحدة. زين اليوم كلها قاعدة تذب اللوم اللي هو في مجلس الخدمة. اليوم مجلس الخدمة دا يمشي حول يعني التخصيصات المالية. اليوم مجلس الخدمة يقول ما عندي تخصيص مالي. زين اليوم احنا بهذا الأمر هم احنا حرنا. اليوم نوجه رسالتنا للسيد محمد الشاع السوداني رئيس رئيس وزراء، لو نوجه يعني وزارة المالية اللي هي وزارة المالية السيد طيب سامي. لو وين احنا اليوم نقنع بالقليل. احنا نحب القليل، نقنع بالقليل. اليوم عسى ما احنا نقولها لو درجة وظيفية، لو درجتين وظيفية لهذه الشريحة، احنا كمجموعة نعتبره انجاز كبير هذا. انه زين فللأسف يعني تعبنا كلش بهذا الأمر، تعبنا. اليوم الأمر ما بهم من يصير توجيه من قبل منو؟ من الرئاسات، الجهات العليا. من جهات العليا شنو الفائده؟ اليوم جهات العليا من يقول لك نفذ هذا الشيء، الجواه ما حد ينفذ، الجواه ما حد ينفذ. زين يعني اللي تقصده بحديثك هذا انه دوله رئيس الوزراء وجه واعطاكم 5% من التعيينات، لا لا لكن ما نفذ. العفو هذا قانون، لا قانون موجود هذا. ايه اوكي بس قانون ويعني سيد رئيس الوزراء تقصده السيد رئيس الوزراء وجه لا بضرورة الانتفاء لهذا القانون هذا الأمر لتفعيل هذا القانون. لا أكثر لا مو وجه، عفوا نريد نطلب من السيد دولة رئيس الوزراء بتفعيل 5% من تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة. صدقني أنا فاهمك لكن أنت تحدث تقول الجهات العليا تتحدث، لكن الجهات الأدنى من العليا ما جاي تنفذ. يعني السيد رئيس الوزراء اللي أفهمه من حديثك مهتم بقانونكم وتفعيل قانون، نعم. لكن الجهات الأدنى ما نفذت القانون حرفيا على أرض الواقع الوظيفي. السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب مهتمين بهذه القضية وبالقانون. بس اليوم احنا مشكلتكم ولا مشكلتنا كلها من ناحية التعيينات، يعني قاعد يصير اللوم على وزارة المالية. عدم تخصيص عدم تخصيص الدرجة الوظيفية. زين احنا اليوم اذا عدم تخصيص الدرجة الوظيفية احنا وين هاي الشريحة وين تروح؟ كقصار القامة اليوم عندنا الخريج عندنا حتى اليوم يعني نمر بموقف للأسف، يعني اللي عندنا بالسابق ناس كانوا مكملين كملوا الحمد لله، وسد نمر بانه اكو يعني قسم من قصار القامة يردون يبطلون. ليش؟ دا يشوفون الاكبر من عندهم مكملين وقاعدين ما عندهم فرص العمل. هذه يحتاج لها توضيح. شنو تقصدك؟ شنو تقصد قصار القامة البعض منهم يردون يبطلون من دراسة من ناحية الدراسة يترك الدراسة ما يبدون يكملون. ليش؟ يقول لك انا اليوم خلي اشوف لي عملة شغلة عملة. ليش؟ لانه دا اشوف انا اخوتي واخواتي اللي عندهم شهايد ومكملين قصير القامة أصيبه باليأس أكثر. إيه يعني ماكو يعني ما قاعد يتوفر الفرصة العمل إله. أوكي عندنا قسم من قصار القامة الحمد لله شكر بجهود الناس الطيبة من يعني من جهات الحكومية قدرنا نعينهم الحمد لله وشكر. بس ما أخذين إحنا اليوم الخمسة بالمئة من ضمن الخمسة بالمئة كقصار القامة ما ماخذين حقهم بالكامل. زين على ذكر الحقوق هسه انتم مشكلتكم يعني فقط البحث عن درجة وظيفية، فقط البحث عن عمل، فقط البحث عن تعيين، لو اكو حقوق اخرى ما وصلت لكم رعاية صحية غير الرعاية الصحية مثلا؟ بالحقيقة والواقع اليوم احنا كرعاية صحية اخر قبل فترة مع السيد وزير الصحة المحترم بتوفير العلاج الخاص للنمو. زين راح يعني حاليا جزء يعني يتوفر في مستشفى الكندي. زين لانه في وقتها
يعني خلاص تدري هاي العلاج هذا توفيره شويه يعني غالي. زين زين، بس كوزاره الصحه تعطي الجهات الصحيه المعنيه. نعم. وفرت لكم اياه مجانا. نعم. هذا اللي تقصده. نعم. بحديثك هسه هو موجود ومتوفر باحدى المستشفيات. نعم. العراقيه. طيب، باحد تصريحات جنابك طالبت بتفعيل الكوتا لذوي الاعاقه في مجلس النواب لضمان حقوقهم اكثر وليكون صوتهم واصل اقرب تحت قبه مجلس النواب. القوى السياسيه التفتت لهذا الشيء؟ بالحقيقه والواقع اليوم مو بس انا اطالب بالكوتا، مو بس كقصار القامه، اليوم كل فئات الاعاقه. أه. كل فئات الاعاقه تطالب بالكوتا الخاصه لهذه الشريحه. زين، هذه الشريحه اليوم عدد كبير يعني من ذوي الاعاقه اليوم يعبر الخمسة مليون داز كفئات الاعاقه كافه. 5 مليون عندنا جزء يعبر الخمسة مليون، من ضمنهم اللي هم تضيف لهم القوات الامنيه، الجرحى الحرب، الى ما يعني لا يعبر الخمسة مليون. زين، اليوم كقانون 38 لذوي الاعاقه احنا نطالب بالتفعيل. ليش صارت المشاركه السياسيه والانتخابيه الوحيده كانت فقط في 2014 وما كررت هذه المشاركه؟ شنو السبب؟ مشاركتكم السياسيه الانتخابيه الوحيده كانت فقط في عام 2014، ليش ما كررت هذه التجربه؟ بالحقيقه والواقع اليوم تحيه الى الاخ الاستاذ محمد عيدان، هو كان اللي شارك. زين. في وقتها يعني ما حصلنا السند الحقيقي من الجمهور صراحة. يوم الجمهور كان خذلنا هواي. أنتم مخذولون من الجمهور. لأنه في وقتها لما نرشح ها من بعد ما إحنا اللي طالبنا من عنده بالترشيح. رشح في وقتها رشح على الكتلة المستقلة. زين، على كل حال. على كل حال. على كل حال. أي. في وقتها الجمهور يعني كان كلامه وجهين بالبداية، احنا وياكم وياكم، للأسف وراح خذلنا الجمهور، خذل المرشح اللي كان عندنا. خلي اتوجه لي الأستاذ علي العبادي عبر تطبيق سكايب، رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان. سيد العبادي، مرحبا بك. بحسب التوصيفات العلمية في مصادر الطب، فإن يعني القزامة هي عبارة عن نقص في القامة ينتج عن حالة وراثية علمية أو طبية، يعني تطلق على كل شخص يصل مقدار طوله إلى 147 سنتيمتر أو أقل تقريبا. 140 فما دون. 140 فما دون. ليش يتم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضل. طبعا موضوع قصار القامه هو اعتقد يعني حسب ما تبعت من تصريحات اخوتنا يعني من قصار القامه هو مختلف عليه سيدي الفاضل. هناك من يطالب ان يكون يعني حاله حال اي يعني اي انسان سوي او اي انسان طبيعي باستبار الحقوق. فيما يخص الدوله قرارها للاسف طبقوا يعني قصار القامه اللي هم ذوي الاعاقه يسمونه اعتقد قرار 38 لعام 2013. بس خلنا نرجع شوية أستاذ العزيز على ديباجة الدستور العراقي. زين. اللي هو تقول العدل والمساواة. وكذلك المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كل البشر متساوين بالحقوق والواجبات. هنا لما تجي الدولة تميز وتصنف بكلمات، إذا تلاحظ تشريعات القوانين يجي يفسر الكلمة وينطي التشريعات ويعني يتفصل بها بعدين يتعمق به تشريع القانون ثم يختتمها ب وقع عليه رئيس الجمهوريه. هناك حتى بعض الكلمات للاسف الشديد يحتاج لها الى تنضيج، وانا استمعت لمقدمتك تقول بعض التشريعات تحتاج الى تعديل، وبالنتيجه هو الموضوع اصلا عليه اشكال. اخواننا من قصار القامه يطالبون بمقعد كوتا ويقولون احنا بالنسبه لنا يعني موضوعنا طبيعي. ربما بس لربما قص القامه، بينما الدولة العراقية والتشريعات صنفتهم ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعديل يسمونه ذوي الإعاقة. بالتالي أنا بالنسبة لي يعني كأعمل في مجال حقوق الإنسان أرى أن هؤلاء أناس طبيعيين حقيقة.
الموضوع الأدهى لما نيجي نتابع في قضية المتابعات في الدوائر الحكومية، أنا حقيقة صادفني يوم من الأيام بحث زيارة لأحد المؤسسات، استمعت لأحد المدراء يقول أنه خلي هذا الشخص، آسف على هذه الكلمة طبعا، إذا كان سمعتها من الدولة برا، قلت القزم، خلوا هذا القزم يداوم ويعني لا تخلونه يجي وانطوا راتب. شوف بمعنى هذا شلون نوع من اسقاط الفرض. يعني هو الموضوع موضوع مو موضوع انساني او تمنن من قبل الدوله، هو انسان حاله حال البقيه، وتعرف انت حجوم الناس والوان الناس وطبقات الناس مختلفه على مستوى المعموره، وبالنتيجه اعتقد هناك هذا مشكله حقيقيه. احدى الدوائر يتحدث بعلانيه هيك طبيعيه. اكيد 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 اكيد، واتمنى السيد رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء والساده المدراء يتابعون هذا الموضوع. استاذ سيف، هو ترى الموضوع مو موضوع منيه من الدوله او المسؤول عن طريق مجلس الخدمه والوزير، هو انسان حاله حال البقيه ينظم تشريع القانون، الدستور يقول الى عدل ومساواه، تشريعات حقوق الانسان والصكوك والعهود الدوليه تعطي كل انسان حقه، ولكن بعض التشريعات انا اعتقد واظن صوتك، وطالبنا لاكثر من مره على مستوى الحقوق، على مستوى مثلا بعض القوانين في مجلس قياده الثوره المنحل يحتاج لها الى تشريعات، وبالتالي نحن نرى في قصار القامه وناس حقيقه لديهم طاقات كثيره على مستوى القطاع الرياضي، على مستوى قطاع الابداع، على مستوى قطاع التعليم، على مستوى الحرف وما شابه، وبالتالي احنا حقيقه انضم صوتنا الى صوت هؤلاء الاناس الطبيعيين اللي لهم كل الاحترام، المفروض ايضا يكون لهم مقعد في الكوته في البرلمان، ومو بس الاحزاب مكوشين على الاحزاب، مكوشين على البرلمان، هم نريد هذول يشاركون الناس الطبيعيين المحترمين يشاركون عبر مجلس النواب حتى نمثل هذه الشريحه ونمثل جميع الشرائح، بالتالي هو الموضوع طبيا علميا مختلف بامور وراثيه، امور سايكولوجيا، نعم يعني هذا مثبت، ولكن هم لهم حقوق يعني مؤصله في الدستور ولوائح حقوق الانسان، هل الدوله طبقت هذا الشيء؟ اجزم لك انه هذا الموضوع غير مطبق، وحتى الاخ سولف على الفقره او القانون 2013 اللي فقره 5% هذا غير مطبقه. غير مطبقه، وانا حقيقه يعني زرت كثير من دوائر الضمان بالبصره وبقيه المحافظات، هو الانسان حقيقه اللي ربما اسف يعني على هذا الطوله اكثر من 180 ما مشغلينه ويستهزئون به، فكيف بهؤلاء قصار القامه اللي هم لا لهم جهات سياسيه تطالب بهم، وحتى المؤسسات التشريعيه في مجلس النواب خجوله بقضيه المطالبات. يعني شلون نراها قضيه ابراء ذمه، وبالتالي عبر قناه الشرقيه اطالب رئيس مجلس الوزراء، الساده الوزراء، اعضاء مجلس النواب، حتى مؤسسات حقوق الانسان الرصديه ان يكون لها صوت فاعل وقوي تجاه هؤلاء اللي هم حقيقه يعتبرون يعني احنا ما نعتبرهم من الدرجه الثانيه، بشر حاله حال البقيه، والماده اعتقد 32 32 الكفاله الصحيه 32 34 كفالتهم من قضيه التعليم، قضيه الاستحقاقات الماليه، استحقاقات العمل، استحقاقات التعليم. سيد العبادي، بديت بحديثك لا يجب ان يكون انتقائيه بهذا الموضوع. بديت بحديثك جنابك تقول انه الاحزاب مكوشه على كل شيء، وختمت كلامك تقول هو اللي طوله فوق ال 180 ما متعين. شلون يتم تعيين اللي طوله، مع كل الاحترام للاخوه اللي طولهم بال 140؟ انا احكي طيب عن يعني شنو التعيينات اليوم؟ التعيينات اليوم بالدوله العراقيه، التعيينات لو تسمح لي سيد العبادي اكمل سؤالي من فضلك، يعني التعيينات اليوم بالدوله العراقيه تقتصر فقط على الاحزاب؟ هذا باي منطق؟ يعني فقط الحزبوي يعين؟ يعني اليوم الدوله الموظفين في الدوله كلهم فقط للاحزاب؟ هذه شلون تخش بالراس؟ شلون تخش بالدماغ؟ اقول لك ذكرتني باحد النواب طالبنا باقاله مدير مكتب التشغيل في البصره. لو ايضا الاخوان قصار القامه وذوي الاحتياجات الخاصه مشمولين بهذا يعني التعيينات في البصره مثلا، احكي سبيل المثال بالبصره. فمن النائب الدخ خابرني قال لي تركي هذا بعدين نشتغله. وما يباعون لهؤلاء هذه يعني الاماكن خاصه وكانه يعني اماكن خاصه لهم وربحهم. فأنا ما أحكي لك من واقع مرير، وأحكي لك من ثقافة لدى الأحزاب المسيطرة والمهيمنة على القرار التنفيذي وقرار التعيين، هذه ثقافة موجودة إحنا ليش ننكرها؟ وبالتالي إحنا من خلال المنابر الآن وعبر قناة الشرقية يعني ننبه وننوه
ويعني نطرق يعني اسماع المسؤولين سواء بالمجال التشريعي او المجال التنفيذي. واكرر هذه ثقافه هي موجوده بل تكون سائده الكثير من المؤسسات الحكوميه. احنا جاي نراقب وجاي نتابع، حتى اكو بعض الموضوع يعني يصنفون الانسان هذا من الاحزاب يعتبر من الدرجه الاولى، وهذا مو من الاحزاب يعتبر من الدرجه الثانيه، فكيف بهؤلاء احبتنا؟ وانا ما اسولف بمثاليه للامانه، احكي بواقعي ودائما واقعي، فكيف باحبانا من قصار القامه؟ من يطالب له؟ هو ما عنده فصل مسلح وعنده ميليشيات، هو يلجا للقانون ولمجلس النواب ومنظمات حقوق الانسان. فبالتالي اتمنى هذه الكلمات وهذه يعني التلميحات ان تؤخذ بنظر الاعتبار لهؤلاء احبتنا اللي يفترض ان يستحصلوا حقوقهم من خلال هذه التشريعات اللي يجب تنضيجها او من خلال القوانين الموجوده اللي يجب تطبيقها. طيب انتم اذا نسترجع الذاكره لسنوات، نتذكر استاذ العبادي، نتذكر انه الاخوه من قصار القامه كانت يعني كان يوفر لهم مجالات عمل، هسه مو بالضروره يتم تعيينهم على الملاك الدائم، اللي اقصده كان يوفر لهم مثلا فرص عمل حرفيه، فرص عمل خياطه، فرص عمل ما شابه، يتطلب الامر يكون جالس ويعمل بايده فقط والى اخره، تحركتوا مثل هيش تحرك ليتم توفير فرص عمل لهم. هسه ما اريد اقول بالقطاع الخاص، لكن المصانع المعامل المتوفره تحركتوا بهيش تحرك لو لا؟ انا حتى اكون صادق وياك، يعني القطاع الخاص يكاد ان يكون فقط يعمل بابراء الذمه بسبب الضغط المنظماتي وبسبب ضغط بعض النواب. قلت لك والله يعني واحد من النواب يقول لي قبل تقريبا شهر، يقول لي يا تعينا ضلينا نجدد الوظيفه نتعارك عليها. هذا احد النواب عن البصره، يقول ضلينا نتعارك على الوظيفه. فاحنا ايسنا من موضوع التعيينات الحكوميه، نتكلم عن موضوع المهن والورش في القطاع الخاص. بالضبط. نعم اتفق وياكم، انا اشجع صراحه على هذا الموضوع، القطاع الخاص قطاع واسع وفضاء واسع يستقطب ربما مئات الالاف بل الملايين خصوصا في العراق وخصوصا في الجنوب. اذكر لك مثال، مثلا نقابه العمال الضمان الاجتماعي مثلا في البصره، احكي لك انا من البصره، لديها تقاطع مع مكتب التشغيل. يعني هاي مؤسسات سواء الرقابيه الاتحادات والنقابات لديها تقاطع مع مؤسسات حكوميه. ليش؟ يعتقد هذا الشخص هو يخرب عليه من باب الرقابه، وهذا الشخص المنصب هو تابع لمسؤول حكومي. هذا التقاطع جاي ينعكس سلبا على يعني استحقاق المواطن سواء من اخواننا قصار القامه، ذوي الاعاقه او المواطن الغيره وغيره، هذه التصنيفات الموجوده بالمجتمع اللي احنا حقيقه نرفضها صراحه. هذا نعتبره تمييز. على ذكرك انا اريد ارجع للاستوديو للضيف الاستاذ مصطفى. على ذكرك لمحافظة البصرة وأنت رئيس مركز حقوق الإنسان، شلونها حقوق الإنسان وياكم؟ أتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في البصرة أمام الطاقة الكهربائية. والله شوف الصوت المدني وصوت الإعلام هو كان له دور كبير في استقرار نسبي في البصرة. تعرف أنت أحداث 2018 اللي طلعوا المتظاهرين جابوا الاستحقاق الإداري والاستحقاق المالي، انعكس على وجود شخصية السيد المحافظ الحالي سعد العيداني، شخص حرك وعنده دبلوماسية، وجد بيئة يعني مستقرة نوعا ما من الكهرباء. للعلم أنا قبل لا أصعد وياك همشيت مباشر طفت علي الكهرباء، بس حتى لا الجماعة يقول لا أنت تبالغ، الكهرباء لا بأس بها بالبصرة بسبب صوت الجماهير وصوت سياسي عقلائي حاول أنه ينتظم الجماهير، فلا بأس بها أفضل من بقية المحافظة. على العلم أكو خلل في الأقضية والنواحي بسبب عدم وجود يعني مثلا رفض الطاقة الكهرباء من خلال المحولات أو الطاقة المتنقلة، بالتالي أعتقد أكو خلل منطقة الصالحية، منطقة التنومة، منطقة فور الزبير. أتمنى من السيد معالي وزير الكهرباء هو ابن البصرة والسادة النواب عن النفط والطاقة اللي هم من البصرة يتابعون هذا الموضوع. خلي أني أرجع لي السيد مصطفى بدر عبد الحسين نائب رئيس جمعية قصار القامة، أرجع لك. يعني هسه انتم تطالبون بتعيينات، تطالبون يعني بمواقع وظيفيه، شنو الشهادات اللي عندكم؟ شنو الشهادات اللي تمتلكوها؟ وانت قبل شويه تقول احنا اغلبنا بدا يبطل من الدراسه. احنا ما نخليهم يبطلون، احنا بدنا نسوي لهم الحافز. عندكم شهادات؟ عندكم شهادات عليا؟ عندنا الدكتور وعندنا المهندس. دكتور طبيب؟ نعم. زين. يعني دكتوراه، مخلص دكتوراه. عندنا مخلص دكتوراه، عندنا المهندس، عندنا خريج
علوم سياسية، عندنا الخريج يعني إسلامية، عندنا يعني هواي هواي شهايد عندنا بالحقيقة والواقع. احنا شوف أستاذ العزيز، اليوم احنا هم نوجه كل الحب والتقدير للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي، وإلى السيد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الأستاذ أحمد خلف، وإلى السيد ذكرى رئيسة هيئة ذوي الإعاقة. اليوم قدر المستطاع اليوم الحمد لله قدرنا أوكي نشمل بعض قصار القامة براتب الرعاية أو راتب المعين المتفرغ، بس إحنا اليوم هذا كراتب رعاية اجتماعية إحنا نريد نرجع له، نقول الشخص الواحد شو تكفي 124؟ هذا كقانون هو حماية اجتماعية. زين اليوم من أمام منبركم 124 ألف للشخص الواحد اللي متزوج 124 يستلم. زين اليوم إحنا شو قد تخلص بثلاث أيام أربعة؟ اليوم هذا كقانون هو قانون الحماية الاجتماعية، هذا اللي موجود. زين رغم كل هاي يعني شوف بالسابق يعني شملنا أعداد شملنا، بس هاي هذا الشيء القليل اللي قاعد هسه قاعد نحكي عليه. ايش كم يوم هذا الراتب يكفي؟ بس انت اليوم بس جاوبني على هالسؤال. من يجي بس اليوم بس انا حقول لك اياه، اليوم من يستلم هاي ال 124 هذا اللي ما متزوج، لا اللي متزوج لا اكثر يكون. زين الفرحه مالته ما تنوصف بال 124 الف. اي احنا اليوم نحب القليل ونريد القليل. زين بس قلت لك نريد نعيش ببيئة موالمة لهذه الشريحة. مش قد تكفي هاي 124 ألف؟ حسب كل من تصرفها. يوم الثاني اليوم من نحكي أوكي ما تكفي ما تطلع الشهر أوكي، بس اليوم كواقع حال اليوم أنا ما مجبور اليوم يومي أكل لحم أو يومي أكل دجاج أو يومي أريد أشتري ملابس أو يومية. يوم دائما احنا بدنا مبدا بحياتنا نقول بالموجود، هل قاسم الله بالموجود. اليوم الموجود هذا على اساسه نقدر نتحكم به. اكو قبول لكم بالاعمال بمختلف انواع الاعمال غير التوظيف؟ اكو قبول لكم؟ نعم غير التوظيف الحكومي اكو قبول لكم بالاعمال؟ بالحقيقه والواقع من القطاع الخاص قصدك؟ قطاع خاص، عمل حر، اكو قبول؟ اغلب الاخوه عندنا من قصار القامه هم يعملون في القطاع الخاص، ومن ضمنهم يعني اللي يعمل اللي خياط مال تخومه، اللي يعمل يبيع اللي عنده تشامبر مال شاي يبيع، اللي يشتغل عماله هم عندنا. عندنا اللي قصير قامه يشتغل عماله. اي 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 شلون يقدر بالجلايه جلاها مايك الاخ اوجه تحيه للجميع. زين احد الاخوه يشتغل جلايه. زين بالجلايه عندنا احد الاخوه يبيع شاي، عنده تشامبر بات شاي صغير يبيع شاي. عندنا بعض الاخوه خياط مال تخومه بس ما عنده فرصه العمل كوظيفه. زين احنا اليوم من امام شاشتكم هم نوجه رساله الى القطاع الخاص، الى يعني رجال الاعمال الطيبين، توفير فرص عمل لشريحه قصار القامه تكون ملائمه لهم نريدها، ولو يعني شيء بسيط يكون عدد بسيط يقدرون يوفرون لهم فرصة عمل احنا قد نرفع لهم القبعة مثل ما بالسابق يعني الناس الطيبة من القطاع الخاص او القطاع الحكومي اللي وقفت قصار القامة، اللي ساندت قصار القامة، اللي دعمت قصار القامة. احنا اليوم مشكلتنا هي ركزنا عليها كتعيين. اليوم التعيين فرصة العمل، فرصة العمل اليوم هي مهمة. تعرف ليش فرصة العمل مهمة؟ راح أقول لك إياها. بالسابق صادفت أدنى حالة زواج لقصير القامة. زين. الأهل يعني الأهل ما قبلوا رفضوا لأنه ما عنده وظيفة. قال له لا روح دبر وظيفة. وذاك الوقت تعال خذ البنية. بس هاي تصير حتى ويا مو إلا يكون قصير قامة. تصير يعني ويا هواي. كمبدأ اليوم.
أنا اليوم من أريد اليوم من أريد أزوج بنتي مثلاً، أنا إذا أنا ما متزوج بس إذا مثلاً أريد اليوم أعيشها عيشة بسيطة بس هي سعيدة أحسن من ما أعيشها عيشة فخفخة وهي مو سعيدة. بس أنت شنو تريد تتزوج؟ لا لا يعني؟ لا بالعكس، لا لا بالعكس يعني دا أوصل لك الفكرة لهذا الشيء، فدا أوصل لك الفكرة خسارة قامة قنوعين كلش قنوعين، إحنا قنوعين قنوعين وثق بذات الله، اليوم نسعي وجهدنا ودنسعي ودنسعي دنسعي على مود بس أخلي البسمة على وجوههم ولو شيء بسيط، والحمد لله والشكر يعني. قصير القامة، قصير القامة يعني أكيد عندك أصدقاء قصار قامة خارج العراق، وضع قصير القامة بالداخل العراقي مثل وضع قصير القامة مثلا اللي راح وهاجر وعاش في أوروبا، عاش في بريطانيا، عاش في أمريكا، نفس وضع؟ بالحقيقة الواقع خارج العراق اليوم خلي أقول لك ياها حالة اليوم القصير القامة حالة حال طويل القامة خارج العراق، خارج العراق بس شنو يعني اليوم ماكو أي مساواة بيناتهم. بس شنو الأمر المابي؟ هذا راتبه هيقد من الحكومة، ذاك راتبه هيقد، ماكو أي مساواة بيناتهم. يعني اليوم هسه هذا اللي تتمنى يصير بالداخل العراقي اليوم هسه ليش تروح بعيد؟ اللجوء إلى بعض الدول الأجنبية، يعني بعض الدول كل فكرنا كان بالسابق احنا كنا نفكر بانه قصير القامه او احد المعوقين يعني ذوي الاعاقه من يروح يطلب لجوء للدوله المجاوره او الدوله اي دوله اجنبيه يقول لك لاوروبا، من سمعنا في وقتها بس بعدين عرفنا يقول لك لا الاولويه وما لك دخل وراسا يطلع، لا غلطانين، حالي حالك يعاملوني مثل ما يوفرون الاحتياجات الملائمة للمعوق، الطرق الغيرها 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 كلها متوفرة إيه أوكي، بس كتعامل حالي من حالك، حالي من حالك، أنا بشر وأنت بشر، ما يعتبرك أنت بيك نقص وأنت هيك أو هيك، حالي من حالك، إذا يعني كراتب كأمور ككل كل حالي من حالك. سؤال أخير حتى أتوجه للسيد العبادي أيضا، سؤال أخير اللي أفهمه من حديثك بعد هاي الدقائق اللي خضناها في حلقة هذا اليوم، قصار القامة مسحوقون في الداخل العراقي، هذا اللي أفهمه. هاي كلمة آسف، هاي كلمة ما أريد نقولها مسحوقين، لا بالعكس. لا أنا ما أقبل على هاي الكلمة، ليش؟ لا أنا ما أقصد التجاوز، أكو قصور. قصار القامة قادرين، قصار القامة جادين، قصار القامة يعملون، قصار القامة فعالين، قصار القامة هم فاكهة المجتمع، هم اليوم قصار القامة، قصار القامة يعني احنا اليوم اعطونا الفرصة، خلينا نشوف اليوم اتصلك ياها، اعطونا الفرصة وخلينا نشوفكم قصار القامة. أنا كلش أعتذر وما كنت أقصد التجريح، يجوز أنت فسرت مفردتي بالمسحوقين فسرتها إنه أنا دا أجرح أو أتجاوز، أبد أنا أعتذر وبكل شجاعة أعتذر لك، لكن أنا اللي أقصده أكو قصور كبير على قصار القامة بالمحصلة بالداخل العراقي باختصار. أي أكو من ناحية الدولة، من ناحية بعض من الدولة اللي هي ما جاي تفعل بالقانون بالصورة الصحيحة، وأني أختمها وياك برسالة، رسالة حب. شنو رسالتك؟ رسالة حب اللي هي الرئاسات الثلاث، قصار القامة أمانة في أعناقكم، رجال الأعمال قصار القامة أمانة في أعناقكم، وفروا لهم فرص العمل الملائمة اللي تليق بهم كقصار القامة، لأنه عندنا متزوجين عندهم أطفال والاحتياجات كثيرة. طيب. ومطالبها يعني العفو وتحقيقها للأسف إن شاء الله توصل رسالتك للجميع. أنا هذا اللي يسمح به الوقت، وأقدم اعتذار للسيد علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، وإحنا نمون عليك ونتمنى رسالتك وصلت. أستاذ مصطفى بدر عبد الحسين نائب رئيس جمعية قصار القامة، شكرا جزيلا لك ضيف عزيز، نتمنى لكم التوفيق. عبر تطبيق سكايب الأستاذ علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك أيضا. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء.